سؤال حول القروض البنكية وخاصة العقود الجديدة. أولا، القروض البنكية في البنوك التقليدية التي تتعامل بالفوائد الربوية، هذه القروض لا تجوز شرعا، لأنه مهما كانت نسبة الفائدة، لأن الربا محرم، الربا حرام، كثيره حرام وقليله حرام. النسبة الفائدة، نسبة الفائدة لو طو دانتيري مهما كان صغير ولا كبير فهو حرام. ربنا قال في القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولكن الحمد لله الآن هناك بنوك تتعامل بقواعد الشريعة الإسلامية. البشرية كلها في الحقيقة هي مضطرة للرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في هذا المجال الحيوي، للابتعاد عن الربا الذي يصنع الأزمات، الذي يدمر مقدرات الشعوب. والربا كلكم يعلم هو عامل من العوامل الكبرى في الأزمات أو في الأزمات المالية الكبرى، بدءا من الأزمة 1929 وإلى غاية الأزمة المالية العالمية في 2008 وغيرها من الأزمات العالمية المعروفة. الربا حرام مثل ربي سبحانه، ما إلا ينادي خدمك ديال الفوائد، الفوائد كي ولا قرات انت لا نسى ولا تنتصرف خام ولا، ولكن ما إلا العقود الجديده في كذا يوم يقارن العقود وفقا تشرعيث، ومقار المرابحه ومقار المضاربه عن القراض، ياكل عقود كي مره يوفقا تشرعيث الشريعه في كذا كي جو زنت اكا وثول. الحمد لله يعني يتصل بولكي استخداما العقود كي الشريعه. ان شاء الله دياسواس اد نفك التفاصيل دي تمسلقي يشدن العقود ان شاء الله في مره من المرات ان شاء الله تعالى مستقبلا سنفصل هذه العقود ان شاء الله تعالى.